حبيب قلبي، يا اهلا يا اهلا. لو النبي اللي هتفطر معايا حتى يبقى عيش وملح. بنتي، ايه اللي جابك هنا؟ دخلت هنا ازاي؟ دخلت من الباب يا اخويا، احسن تفتكرني نطت لكم الشباك ولا حاجه. قومي يا بنت، قومي، امشي يلا، روح من هنا. ايدك كده، ازاي تكلم مرات ابوك بالطريقه دي؟ اتري صوتك، مرات ابويا ايه؟ انت عايز تعملي مصيبه؟ ليه يا اخويا؟ مش هي دي الحياه ولا انا بتبلع عليه؟ ما تخلينيش اخدك جوزين الام يا نعمت عشان فاطمه كويسه. سامع يا مختار؟ ماما دي نعمت مرات ابوك التانيه، انا عرفت كل حاجه. ما تقلقيش ماما، انا همشيها دلوقتي واخليها تحرم تيجي هنا تاني. يلا بيت. يا سلام، سلم يا اخويا. لا خش في حبي، خش احسن. انت هتعمل لي فيها دكر ولا ايه؟ انا دكر عليكي وعلى الف زيك، ولو ما انكشحتيش من هنا هاتلك على نعمت. عيب كده، دي مهما كان مرات ابوك يا اخي. نعم. ايه، ما عندكش دين؟ ماما حضرتك واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها كلنا. الست دي ليها نصيب شرعي في ابوك زي ما لينا بالظبط، وانا بقى لا يمكن اقبل ان حقها يتاكل. ما هي خدت حقها تالت ومتل، عايزه ايه تاني؟ لا لسه نصيبي في الفيلا الحلوه الجميله دي، ونصيبي في المحل، ونصيبي في المطبخ. يا بنت مختار، قلت لك عيب كده. انت مش شايفه مجاحتها؟ الست عندها العيب، حقها ولازم تاخده يا اخي. يعني اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اقلع لها من الحيطان واديها في عبها، ولا اخلع السلالم والترابزين تاخدهم معاها وهي مروحه؟ لا ده ولا ده. امال اشتري نصيبي واخلص مني. ونصيبك ده يطلع كام؟ انا عاوزه 5 مليون. يا اخي 5 مليون عفريت اما ينططوك ويهبدوك على الارض في وشك. دي الاصول كلها ما تزيدش عن 10 مليون بشهادة خبير. خلاص يا اخويا، كل واحد حر في اللي عنده ويتمنه براحته. انا عن نفسي باقل من الرقم ده مش هبيع، واذا مش عاجبك هبيع لغيرك. انت كمان عايزه تخلي الغريب بيننا؟ بس يا مختار خلاص، نعمة مش هتبيع ولا هتشتري مننا. امال هنعمل ايه؟ هتقعد معانا هنا في الفيلا، وهتاخد نصيبها اول كل شهر من المدبغه والمحل. ده ايه التخريف ده؟ تخريف؟ اخرس يا قليل ادب، قطع لسانك، اوعى الوقت تكون فاكر كبرت عليا. انا اسف يا ماما، والله ما اقصد، بس ده مش كلام معقول برضه. دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها ونسلم شرع ربنا. وكفايه بقى يا اخي، كفايه غضب ربنا علينا. شفت؟ مش كنت ساعدتني احسن عشان اخد حقي من نديم بدل ما اجي واقعد على انفاسك لغايه لما اخد حقي منك انت؟ يعني لو ساعدتك يا نعمت تغوري من هنا؟ لا، ده انا هتنازل لك كمان عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. قلت ايه؟ اذا كان كده ماشي، الصبر مفتاح الفرج. لحد امتى يا اخويا ده انا هتشل؟ لحد ما الاقي لك ترتيب ارجع لك بيه الفلوس من نديم من غير ما اخسره. يا سلام، خايف على زعله قوي. طبعا مش شريكي، وبعدين معرفه الرجال كنوز، ومعرفه الست بألف راجل. مش هو ده بقيه المثل ولا انا غلطانه؟ لا غلطانه وستين غلطانه، لان مش انا الراجل اللي بيع صاحبي عشان ست. امال وافقت تساعدني ليه؟ الحاجه حواجه، وكلنا خدامين المصلحه. يعني تبيع صاحبك عشان مصلحتك؟ اذا كان مصلحتي ماشي، انما واحده ست طبعا لا. انا راجل عندي اخلاق وبحترم مبدئي. اوعى تكون بتضحك عليا وبتنيمني في الدره ومش ناوي تعمل لي حاجه. عيب يا نعمت، عيب. انا راجل وقد كلمتي، وطالما وعدتك يبقى هنفذ. انا كلمتي سيف. امتى يا اخويا؟ بعد ما يصرف الفلوس. ما تقلقيش قوي كده، نديم عنده فوق اللي واخده منك شيء وشويات. بعدين انت مستعجله قوي كده ليه؟ ما انت قاعده هنا بتاكلي في قده محلوله وبتاخدي فلوس كمان. تاني طريقه الكلام اللي تقرف دي. هي مش دي الحقيقه؟ الحقيقه اني خدت حقي غصب عنك، ولو كان عليك كنت ممكن تطردني من الفيلا دي النهارده قبل بكره. عيبك انك فهماني صح. خلاص خلصني عشان تخلص مني وما تشوفش وشي تاني. ما قلت لك الصبر، انت ايه؟ ما بتفهميش عربي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل ده في المحل يا نعمه. هعمل ايه يا ماما؟ كنت بعمل جرد، عايز اعرف البضاعه وعايز اعرف راسي من رجلي. ده انت باينه عليكي درجيه. لا، نعمه بنتي طول عمرها ناصحه، وعشان نصحتها دي خدوها اشتغلت في الكويت سنتين. ياه، أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. سافرت أشتغل في فرع الشركة اللي كنت بشتغل فيها في مصر. طب وإيه اللي يسفرك بره طالما بتشتغلي هنا؟ كانوا بيدفعوا لي 5 أضعاف اللي بيدفعوه أنا هنا في مصر. إيه؟ ما سافرش؟ طب إيه اللي رجعك؟
الغربة وحشة يا حاجة، وبعدين أمي تعبت فقلت أحسن أرجع وأعيش جنبها. نعمة بنتي طول عمرها جدعة وحمالة قاسية. يعني نطمن على المحل معاكي؟ اطمني يا حاجة، المحل شغله سهل قوي، المشكلة عندي في العمال وتشغيلهم. عموما أشرف ابني قرب يجي بالسلامة لأنه عمل العملية لابن عمر، وأول ما يجي إن شاء الله أشرف هيشيل الحمل عني كله. أشرف عمل العملية لابنه؟ الحمد لله. وإيه الأخبار؟ لسه حاطينه في العناية المركزة، ده نقل قلب مش حاجة سهلة. ربنا يقومه لكم بالسلامة ويفرحكم بيه قادر يا كريم. آمين يا رب العالمين. وانت يا نورة مش تشد حيلك بقى وتنزلي بالسلامة تساعدي نعمة في المحل. طب وياسين يا ماما هوديه لمين؟ ياسين في عناية الاتنين يا حبيبتي. طب ما فعلا سيبيها قاعدة بابنها، ولا انت خايفة على المحل مني ومش مأمناني؟ انت ليه ظنك وحش؟ ما قلتلك انا مأمناكي، مش لاني واثقة فيكي، لا، لاني مدخلة ربنا سبحانه وتعالى بيني وبينه، وربنا شايف وعارف، واللي هتاخديه مننا في الدنيا هناخده منك في الآخرة تالت ومتلت. لا ده انت ما طلعتيش سهلة خالص يا حاجة كوثر. بالعكس ده انا سهلة قوي، بدليل ان انا لا بتكلم ولا بحاسب ولا بسأل، وباخد المبلغ اللي بيجيبولي كل شهر من غير ما اتكلم. لا ليه يا اختي ما تتكلميش؟ ما تتكلمي ولا انا بخنصر منه ده كمان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انت ليه دايما كده فاتحة على الرابع؟ يا نعمة ماما ما تقصدش اللي فهمتيه ده. طب تصدقي بايه ان من ساعة ما مسكتي المحل وإراده زاد؟ الحمد لله، قوليلها بقى، احسن لو كان ناقص كان زمانها تعامتها فيا. يا ساتر عليكي، شايفة بنتك بتدور على الخناق بومنكاش. معلش هي عصبية كده على طول ودمها حامي، اعمل لك قهوة تروق دمك؟ قهوة ايه؟ انا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا اختي هحضر لك العشاء. لا استني، تعالي. هنية. ايوه. حضري العشاء للهانم. عشاء ايه؟ استني هنا، هو انا كنت اتغديت علشان اتعشى؟ طبخين ايه على الغدا النهارده؟ مش باين. انا هخرج الجنينه شويه عشان الجو هنا كتمه يا اختي. وده ماله ده كمان؟ مين دي؟ نعم انت اللي مين يا اختي؟ دي هدى مرات اشرف. ايه ده، دي اللي كانت في المصحه؟ مش كده يا نعمه، مش كده، دي الملاف السعد يا اختي. اه صح عندك حق، معلش انا اسفه، بس اصلي كنت بسمعهم يعني بيقولوا انك تعبانه وعيانه. كانت تعبانه وخفت الحمد لله. طيب كويس، يلا الحمد لله على السلامه، والحمد لله على سلامه ابنك ان شاء الله. الله يسلمك يا اختي. دي باين عليها طيبه ومش شريره زي جوزها اللي على طول واقفه له بالعرض في زوره ده. جرى ايه يا نعمه؟ اسكتي بقى، لو عندك كلمه كويسه قوليها، لو ما عندكيش اسكتي خالص. صح عندك حق يا حاجة، أول مرة تقولي حاجة صح. أنا عموما هطلع أوضتي عشان ما لبخش أكتر من كده. سلام عليكم. مين دي؟ دي مرات الحاج التانية. حاج مين؟ بابا يا هدى. عمي عبد الستار؟ هي دي اللي اتجوزها؟ أيوة يا بنتي، كل واحد بياخد نصيبه اللي مكتوب له. أيوة يا جماعة، بس أنا شايفة إنها عايشة معاكم هنا. بالظبط كده. معقولة؟ ومين اللي سمح لها بحاجة زي دي؟ عمتك يا ستي. انت يا طنط؟ ايوه يا بنتي، ده حقها الشرعي ونصيبها من جوزها، وحرام عليا لما احرمها منه. تقومي تجيبيها تعيش معاكي هنا؟ وفيها ايه؟ اللي كنا بنتخانق عليه خلاص مات، هنعمل مشاكل على ايه؟ بصراحة يا طنط انت قويه قوي انك تستحملي وضع زي ده. بالعكس ده انا ضعيفه قوي، لكن ايماني بالله هو اللي بيقويني، بيهون عليا حاجات كتير قوي وبيصبرني على اللي انا فيه. واهو كلنا رايحين يا بنتي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا ماما. تعيش يا بنتي. طيب هقوم اطمن على عمر اشوفه صحي ولا لسه. بصراحة عندها حق تستغرب، الوضع لأي حد يشوفنا من بره غريب جدا. ملناش دعوة بكلام الناس، ده لا بيجيب ولا بيودي، خلينا في حالنا يا بنتي، ملناش دعوة بحد.